السلام عليكم شباب، احنا هنبدأ في لاب خاص بالإكستروجن. نفس الخطوات اللي مطلوبة مننا، والنهاية يعني هي برضو اللي أنا اللي طالبه منك. حسابات الباور اللي أنا محتاجها عشان أعمل عملية الإكستروجن اللي احنا هنشوفها مع بعض. ده انتروداكشن خفيفة، بنبدأ من العام الخاص، ايه هو الإكستروجن وهو الكلاسيفيكيشن بتاعه وأنواعه. الكلاسيفيكيشن بيبقى على كذا طريقة، سواء دايركشن دايركت، سواء اكسترا، وفي هوريزونتال وفي فيرتيكال. ممكن نصنفه على حسب التمبريتشر كولد او هوت، هو الايكويبمنت هوريزونتال او فيرتيكال. الاوبجيكتيف اللي احنا جايين، طبعا السكيماتيك مهمه جدا في الصور. الاوبجيكتيف اللي انت تدرس العمليه في الاكستروجن، وانك تحسب التوتال ام بريشر المطلوب منك، وبالتالي الفورس والباور المطلوب. نبدأ بقى عملية الاكسيدنت الورك. أول حاجة فيه documentation، إنك تسجل خرافة حاجات التولز اللي أنت واخدها. ده المكبس اللي احنا هنستخدمه، أو في مكبس تاني شبيكني، مش فرق. أهم حاجة تبقى عارف إن هو vertical extrusion press، وفيرنير كاليبر عشان نقيس الأبعاد، رولر عشان نقيس الأطوال لو هي كبيرة ماكرو سكيل، والداي دي مهمة جدا جدا إن احنا نبدأ نستخدمها. هنشوفها بالتفصيل في الفيديو، سواء كان الكونتينر والداي نفسها من جوه، ان هي بيتحط على الكتف دوت، الداي دي اهي بيتحط على الكتف دوت. ده الكفر اللي هو عم سمين، وده البريس من جوه او الرام اللي بيزق الحاجه من الناحيه التانية، واللي بيطلع لنا من الهول الصغير جدا اللي محتاج ده. احنا الحاجه متوقعينها تطلع لنا حاجه سلندك دايري، مجرد دايري، حاجه بسيطه. سبينومتر بروسيجر، طبعا نرص بقى الخطوات اللي هنتعمل ونشوفها في الفيديو. ده شكل المنتج في الاخر، هو شكل كيرد شويه كده بس عشان الليميتيشن بتاع الفيرتيكال اكستروجن، فاحنا اضطرينا في اوله كده. اول ما يبدا يطلع بدينا الاثنين، وهنشوف في الفيديو برضه، فهو غصب عننا اتنى مننا. انما لو هو حاجه لارج سكيل فبيبقى الموضوع عدل شويه، ابسط شويه، بيبقى في اجهزه علشان تعمل له ستريتنج بيبقى افضل. ده كده شكل مهم جدا للديد ميتال زون والاكسس بارت اللي احنا قطعناه منه. دي الديت ميتال زون اللي احنا شايفينها دي، الحته دي اسمها ديت ميتال زون، المفروض ان الشكل ده شكل مخروط يعني، نشوفه برده في الفيديو. ودي الحته اللي احنا قطعنا منها علشان كان صعب ان احنا نعمل اكستراكشن غير بنقطع. دي الريدنجز بتاعتي اللي هو دي انيشيال الخاص بالبار. انا كمان عندي سلندريكال بارز اللي استخدمته في الاوفسيتنج قبل كده، قطره 33 مللي، قطر النهائي بتاعه دوت بتاع دوت 9 مللي، ال نوت كان 52 مللي. احنا عايزين نحسب الفورس كالكوليشنز. القانون بتاعنا عادي جدا، احنا نقدر نجيب نوت ونقدر نجيب دي فاينل، معنا دي ودي دي نوت ودي فاينل. الميو للاد خدوها 3 من 10، ال نوت اهي معانا، نقدر نحسب الفورس، والفورس هو عبارة عن بريشر في اي نوت. الباور عبارة عن الفورس في الفيلوسيتي. الفيلوسيتي بتاعت الرام كانت 5 متر بير مينت، فاحنا قسمناها 60 عشان تبقى متر بير سكند، تمام. وبعد كده تطلع الباور، هو ده اللي انا طالبه، تمام. بس كده هنبدأ نشوف الفيديو دلوقتي. ده كده فيديو خاص بعملية الاكستروجن، او بيسموه بالعربي البثق. ايه فكرتها؟ ان انا عندي هيدروليك بريس. ايه فكرتها؟ ان انا ببدا عندي ترومبة بنزين من ورا هنا، انا اسف، ترومبة زيت. تبدا تضغط الزيت دوت بضغط معين ان هو يبدا يحرك البيستون الرئيسي ده. البيستون الرئيسي دوت بينزل منه رام، الرام ديت تبدا تحرك الايه؟ الهيد دي كلها. يعني هو دوت الكونتينر الخاص البيستون او الهيدروليك بريس، يبدا يخش فيه زيت، يبدا يزق الرام اللي نازل منه دوت لتحت ان هو يضغط الحاجه دي. يضغط اي حاجه بقى، يعني دوت زي ستيب تضغط بيها اي حاجه. احنا هنستخدمها في عمليه الاكستروجن. الاكستروجن جزء اساسي منه بجانب هيدروليك بريس الداي. ايه هي فكره الاكستروجن؟ يعني انا بزق الرو ماتيريال بتاعتي اللي بتبقى في هيئه بلت، انها تعدي من كونتينر في اخره داي. ده شكل الكونتينر من الجنب عشان نبقى واضحين،
مجرد فتح التزييت لو انا عايز ازيته. هو من جوه عباره عن ايه؟ ده من ناحيه، الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين كده، هو عباره عن جزئين. الجزء الرئيسي ده بيبقى معمول ماتيريال يعني بالبلدي غاليه شويه، بتستحمل ستريسز عاليه، الخامه بتاعتها سترينث والخواص الميكانيكيه بتاعتها افضل. والجزء اللي بره دوت زي سبورت يستحمل الحاجات بتاعتها. احنا ما عملناش كله ليه من الخامه ديت، مجرد توفير، وان هو لو باظ الجزء الخارجي دوت نبدا نغيره. في المقابل لو احنا عملناها من كله من الماتيريال ديت هيحصل مشكله ونضطر نتكلف اكتر ان احنا نغيره. ده من الماتيريال افضل ليه؟ ان هو فيه كل الاسترسز واقرب للاسترسز، وتاثير الفريكشن او ايا كان نوع الاسترسز الداخليه لجوه الكونتينر بتبقى عليه اكتر، فمحتاج يكون الاسترنس بتاعه افضل عشان يستحمل. نيجي للناحيه الثانيه، اللي اقصده بالداي او الاسطمبه هو الجزء ده. الجزء دوت زي ما احنا شايفين كده فيه هولز، هولز او هول واحد اللي اقصده دي كده الداي، يعني معنى كده المنتج النهائي هيطلع شكل دائري اسطواني. ده شكله بسيط جدا. انا بعمل ايه؟ مجرد ان انا بمسك الكونتينر كده ببدا احط الداي بالوضع ده هنا كده، وببدا اعدلها واحط الكفر. الكفر يبدا يتحط هنا عن طريق اربع مسامير يثبت هنا اهو الكفر. وده كده الوضع بالمقلوب، بمعنى ان انا ببدا اقلب ده بعد ما اربط دولت، ويبدا البلت تبقى داخله هنا للورك بيس، مجرد بلت ليها قطر كبير شويه. يبدا البيستون الخاص بالرام اللي هناك اللي في المكبس، هو يبدا يزق البلت انها تبدا تتحرك وتطلع لي بالبروفايل النهائي الخاص بالدار. بمعنى ان الاسطمبه ديت شايله حاجتين، مبدئيا ستريسز كبيره علشان هي المقابله للضغط، وتاني حاجه شايله ان يبقى فيها البروفايل النهائي او الكروس سكشن النهائي الخاص بالورك بيس بتاعتي. دي كده عمليه الاكستروجن، ونشوفها على الطبيعه برضو على حاجه ليد. احنا بنستخدم الليد لان هو ممكن التكشر بتاعته قليله والسترينث بتاعه قليل، ماده لينه نقدر نبين فيها التفاصيل بتاعتنا. زي ما قلنا هنبدا نقفلها نحطها في الوضع ده، ناكد تاني الوضع ده هو اللي بيبقى جوه هنا. نبدا نحط البلت هنا، نحط الداي، نبدا نربط الكفر ونحطها في الوضع اللي دوت الاتجاه دوت بيبقى فوق. يبدا البيستون يضغط الجزئيه دي. زي ما كنا بينا الاساسي عباره عن كذا لير، لير الاساسيه معموله من الماده السترنس بتاعها عالي، ده مجرد زي حشو يكونتين جوه دوت، نقدر نغيره لو حصل اي انواع من الستريسز العالية عليه. بيبقى مدخل البلت ده الجزء ده الورك بيس المبدئيه الروماتيريال بتاعتي، نقول حوالي 3 سم وارتفاعها حوالي 6 سم، الشغل بيبقى بالملي. نبدا نحطها هنا، نبدا نحط الداي الاسطمبه نسندها على الكتف ده، نبدا الغطا بتاع كده، نبدا نقفل الغطا. تمام. اللي عايز اقوله هنا بس قبل ما نقفل الغطا ان احنا ممكن نستخدم كذا شكل من الداي، شكل زي كده ده بيتحكمني في الايه، في البروفايل الخارجي او النهائي اللي بيخرج بيه الورك بيس. ده بيبقى مثلا حاجه مبططه، حاجه مربعه زي ما احنا شايفين كده، شكل سي، ايا كان الشكل. احنا هنشتغل على الشكل الاساسي. نقفل الكفر نحطه هنا، نبدا نقلبها، نبدا بعد كده الجزء اللي اسمه الرام يبدا يضغطها هنا كده، يخش يضغط يزقها لجوه. خلاص قفلنا الكفر والوضع بتاعي المبدئي بدا يبان. نبدا نحط الشكل ده، نبدا نحط البلت زي ما احنا شايفين كده. البلت قطرها مقارنه بقطر الكونتينر اصغر شويه فهي نزلت فيه، ودي النقطه اللي انا عاوز اقولها. طبعا الرام بيبدا يزقها يضغطها، بس في البدايه خالص ما بنلاقيش، لا يعني هو ده الوضع بتاعي، يعني احنا هنشتغل فيرتيكال اكستروجن عشان البيستون عندي او البريس عندي فيرتيكال. اللي انا عايز اقوله ان مش من بدايه الزق هنبدا نلاقي ان دوت بيتحرك شويه، بس ما بقاش يطلع هنا منتج. ليه؟ لان انا اول خطوه بتتم في الاكستروجن هي في الحقيقه
upsetting، بمعنى ان انا دلوقتي قطرها بيبدأ يكبر في مقابل ارتفاعها بيبدأ يقل علشان يملى الفراغات اللي حواليها دي، فراغات اللي هي ايه الفرق ما بين القطر بتاع الكونتينر وقطرها هو، تبدأ تنضغط وتملى الفراغات، وبعد كده لما تملاها الفراغات الفورس اللي بتزق لي الرام ده وبتزق البلت تبدأ تخرجها من الناحية التانية. يبقى تاني علشان نختصر الجزء دوت، انا بقول ان اول عملية الاكستروجن جزء بسيط كده اسمه عملية الابسيتنج اللي احنا خدناها وشفناها على الحقيقة. ده كده الوضع المبدئي اللي هبدا اشتغل بيه. زي ما انا قلت فيرتيكال اكستروجن دي البيستم اللي هيبدا يزق لي البلت اللي جوه، وهنشوف دلوقتي الهيدروليك بريس وهو بيقرب لها. نبدا نزق الهيد دي، تبدا تلمس البيستم، يبدا عمليه الابسيتنج، وبعد كده الاكستروجن. طبعا ان احنا متكتفين في ليميتيشن بالنسبه لنا بالنسبه للارتفاع، فالحاجه حصل لها نوعا ما انبعاج زي ما احنا شايفين كده. بعد كده نبدا نرفع الشكل بتاعنا ونبدا نطلع المحتوى اللي جوه علشان نشوف حاجه زي الديد ميتال زون، ودي اللي هنشوفها في الاخر. ده كده الاورينتيشن بتاع الشغل بتاعي، طبعا ماينس الكونتينر اللي بيبقى هنا. يبقى عندي البيستون دوت يبدا يزق البلت المبدئية اللي هي قطرها تقريبا كان 30، تبدأ تنضغط على الضاي هنا، يبدأ مبدئيا عملية upsetting اللي هو قطرها يبقى يزيد عشان يتسع القطر الخارجي للكونتينر اللي هو بيبقى أصغر منه، عشان كده دخلت بسلاسة. بعد كده يبدأ عملية الايه الفلو أو الاكستروجن، ده القطر النهائي يعني ده تقريبا 10. ده طبعا عن طريق ان الضاي ديت القطر الخاص بيها تقريبا 10. اللي انا عايز اوريه لكم ده، ولو ده الاورينتيشن، ففي زون تبقى موجوده كده اسمها الديد ميتال زون. الحته دي اسمها الديد ميتال زون، شكلها بيبقى مخروطي بشكل كبير زي ما احنا شايفين. هو على صغير هنا بسيط جدا، لان احنا العمليه تمت على ليد وهو لين بما فيه كفايه ان هو يتشكل. دي بتبقى محشوره ونبدا نشيلها في الاخر وتبدا تتقطع، يعني الجزء ده بيبقى اتاتشد لده احنا بنبدا نقطعه لان هي بتبقى محبوسه جوه. لو زقينا فرصة عالية كفاية يعني مش هتلاقي ان الديد ميتال زون اساسا متضررة ومش محتاجين ان احنا نزقها، ففي الاخر بنعمل لها ايه قطع عشان نشيلها في الاخر. ودي كده كانت عملية الاكستروجن، ده المنتج النهائي بتاعها. طبعا هو ايه مجعد شوية نتيجة الليميتيشن الخاص بالطول الخاص بالهيدروليك بريس، انما لو احنا بنعمل بيها ماس برودكشن او على سكيل تاني تصنيع ما بيبقاش فيها الايه العيوب دي.